اليوم ان شاء الله غنجربوا اغرب المنتوجات اللي كاينين في اوروبا. غادي نمشي لبزاف لي سوبر مارشي الكبار وغنمشي من مدينه لمدينه وغنقلبوا فيهم على اغرب لي برودوي اللي خاصين باوروبا. هذا هو الكونسيبت ديال الفيديو. قبل ما نبداو خلي معكم واحد لايك وتابونا في لاشين واكتور كلوش ونبداو الفيديو. القاعده كتقول تريكو غتشدو بحال هكا وعاد غتلبس الجاكيط، فاش تقرب تخرج يدك طلق تريكو هكا غيجي عبار مع الجاكيطه كما يطلع لك. فهمتي كيفاش القاعده هذه؟ راه معتمده دوليه، لا متصفقوا عليا لهذا الانجاز. ودابا نمشيو نتغداو. Call me Bucky New, lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How about new rapping conscious but he ignorant? How he find a hub but still gon' go legitimate? دابا غادي نمشيو لاكبر ثلاثه ديال السوبر مارشي قراب ليا باش نقلبوا فيهم على لي برودوي اللي غنجيبو في هذا الفيديو، وغنجيب لكم شي حوايج غيحمقوكم كاينين هنايا في اوروبا. واحد القضيه لاحظتها على اوروبا كنت ديما كنشوفها في الفيديوهات وعمرني ما تيقت بحال هكا، واللي هي الزناقي خاوين والناس ما كاينينش وحتى من الشانطي خاويه. الشانطيات خاوين، كتحس بها مدينه مهجوره ما كاينينش السكان، كاينين الدوره كاينين الطوموبيلات والناس ما كاينينش، فينا هما الله اعلم. وكنتلاقى معاهم جوج المرات، مره في 6 الصباح فاش كنبغي نمشي للافاك كنلقى لاكار عامره بالناس والزنقه عامره، ومره في 6 العشيه فاش يكونوا خارجين من الخدمه ومن موراه كيختفيو عاوتاني. الناس خدامه خدامه ما مساليهاش تبقى تدور في الزنقه. دابا يلا قلبت التليفون بانت لي درجه الحراره 4 سيليسيوس، يعني كاين البرد. وانا نتفكر واحد اللعيبه على ذكر هاد 4 درجه الحراره، تفكرت واحد اللعيبه كنت كنديرها فاش كنت صغير، كنت ديما كنديرها وفاش كبرت باقي كنديرها عاوتاني. اش كيعني هادشي؟ احبتي في الله، كيعني بانه الجسم كبر والعقل باقي هو هو، باقي واحد اللي هي في 2003. المهم راه يديا جمدوا بالبرد، تقديت داكشي اللي كان خاصني، واخا ما لقيتش كلشي، ولكن غنوريكم هادشي اللي تقديت، ومن موراها غنمشي لواحد المدينة بالتران، وغنجيب منها داكشي اللي كنت باغي. المهم الفيديو غيطلع ناضي كما أنا باغي وكما متخيلو في دماغي، فهمتي كيف؟ هاي التقدية اللي جبت، هنا كاينين منتوجات غريبة بزاف، كنت ديجا مقيدهم في واحد الوريقة، ومشيت جبتهم نيشان، ما لقيتش كاع داكشي اللي كنت باغي كما قلت لكم، ولكن غنوريكم هادشي، ومن موراها ناخذوا التران ونمشيو لمدينة أخرى مجاورة لهذ المدينة اللي أنا فيها. فهمتي مجاورة. بسم الله. خاصكم تعرفوا بانه في هذا العالم كاينين بزاف المغنيين من امريكا من المغرب من العالم كامل، ولكن انا ما يعجبني غير مغني واحد. ودابا فاش كنت غادي نتقدر كنت كنسمع ليه في الايربودز، هو اللي كنسمع ليه تقريبا، واللي هو هذا. سمع ليه غير كلمات شحال واري. هنا قال لهم واد التريري بدري اللي كنبو. هذه الكلمه كتعني بان الحياه راه صعيبه ولكن خاصك تقادل باش توصل لداكشي اللي انت باغي وما تطيحش في اول حفره جاتك في الطريقه ديالك. عرفتي شنو كنتخيل دابا؟ انه انا خارج في الزنقه وداير الدار لابس وكنسمع في الايربوس هاد الاغنيه، يعني عمرك تحكم على الغلاف من الكتاب ديالو. المهم ما علينا، نبداو هذا الفيديو الشيق هذا اخوان. هذا الفيديو غيكون فيديو شيق، فهمتي؟ فيديو شيق وحماسي. اول حاجه جبت لكم هنايا هو البيض، لان البيض كتعتبر برودوي غريب بزاف هنا. لا صراحه هذا جاتو ليا، هذا ما عرفتش شحال الثمن ديال البلاطه ديال البيض في المغرب، ولكن وصلتني بعض الانباء فهمتي والاخبار من المخابرات ديالي في المغرب، قالوا لي ان البيض واصل 50 درهم للبلاطه، هنا كيدير 45 درهم للبلاطه، نقطه لصالح اوروبا. هادو هما لي برودوي اللي غنجربو هاد النهار. فنبداو باول حاجه اللي انا متحمس ليها بعدا، واللي هو هاد الببوش اللي هو كتعتبر طبق من الاطباق الفرنسيه المشهوره، يعني شي حاجه الثقافه الفرنسيه. غنجربوه وغنشوفو واش بحال الببوش اللي عندنا حنايا في المغرب ولا احسن منه ولا اقل منه. غنديرو واحد المقارنه، غتكون مقارنه شيقة حتى هي. كل برودوي غنجربوه غنحط لكم الثمن ديالو باش هكا تكونوا عندكم دراية بالموضوع. بلاتي شكون هما الناس أكثر ناس كيتفاعلوا مع الفيديوهات ديالي؟ كل فيديو كنحطه كيتفاعلوا معاه، هما الناس اللي تيقراو سيونس فيزيك، حيت الفيزيك التفاعلات فكيتفاعلوا مع الفيديوهات ديالي. حيد ديسلايك، حيد هذا حكي، حيد ديسلايك. الموس أنا واش أنا في كل مرة خاصني نستعمل معكم الموس ولا شنو؟ يوو يا سلام هذا الموس هذا. ها هي الببوشة، وصراحة هذه الببوشة هذه مقدرة فهمتي، كتاكل مزيان الببوشة. طريقة التحضير ديالهم سيدي سادتي، كنحطوهم في الفران لمدة 180 درجة، وهاد العمارة ديالهم كتكون نورمالمون بالقزبر ثومة والفرماج. حيدتو من اللعيبة اللي كانوا فيهم وستفتهم كاملين في التبصيل باش هكا يطيبوا مزيان.
اول ملاحظه تقدروا تلاحظوا حتى نتوما ان الريحه واعره بزاف. نورمالمون خاصني كيغدون، انا ما عنديش كيغدون، نستعمل تشوب ستيك يعني كيغدون كبيره للهجوم العمالقه. بسم الله، واش غنجبد دابا انا؟ ما بغاش طيح. شنو الحل؟ الحل معروف شنو هو. اكل فقيره دمك. ها هي، بسم الله. اوي هورا وين هاو زوينه، الله يلا واعره. ندوقوا الثانيه. الا خاويه، شي مشكل خاويه. نصبوا عليا الاخوان، تقول شي حتى هي خاويه. بلاتي بلاتي راه لي النيميرو ديال الشركه. نصبوا عليا انايا بلاتي. يا سيور سبعة. ويالو بونجور. Bah en fait, je suis un client, je vous appelle pour votre réclamation concernant les escargots congelés. Oui, à préparer. Donc en gros, le problème c'est que je l'ai acheté chez Auchan et j'étais fasciné par votre produit. Mais quand je l'ai acheté, j'ai trouvé que la plupart des escargots sont vides. Du coup, j'étais choqué, c'est chelou. Et maintenant, je vous demande, est-ce que vous pouvez me rembourser les 9 balles que je l'ai acheté avec. اخوان قالوا لي غادي نعوضوك في الثمن ديال نيتو، اما عرفوش يعبروا مزيان وصافي فهمتي. كملوا الفيديو الاخوان كملوا. ابار انهم خاوين واعرين ولكن مالحين، ابار هادشي واعر. دابا نقارنهم مع الببوش ديال المغرب اللي كناكلو في المغرب. بكل صراحه هذا الببوش احسن من الببوش اللي كاين في المغرب. ما فهمتش والو انا، كلشي ضدي، جبروها فرصه. اه صراحه لا، ديال المغرب ايقوني فهمتي. خذوا اللي موراه. دابا غندوزو لهاد التشيبس اللي كتعتبر اغلى تشيبس قديت نشوفها في اوروبا. كدير اكثر من 5 اورو، يعني اكثر من 50 درهم، وصغيره من الفوق. قال لك فيها لا تخوف. هاد لا تخوف كاين اللي كيعرفها وكاين اللي ما كيعرفهاش. بالنسبه للناس اللي مساكن غير مثقفه وما كيعرفوهاش، غنشرح لكم شنو هي لا تخوف. هي واحد اللعيبه اللي هي كدار في هي شنو هي لا تخوف. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. طبعا شرحنا للبلاد الزرقاء وحيث. وانا هاد المصريين شحال كيطولوا المقدمه. صلوا على النبي وديروا الاشتراك وما تنساوش. صافي اخو ما بغيتش. بكل بساطه باش قبل نعقدوا الامور، هو واحد النوع ديال الشامبينيون صافي، وتيكون شويه ديال داكشي ديال الناس الهاي. شنو هي الهاي؟ هي البرجوا. لا حول ولا قوة الا بالله، والله استغفر الله، اعوذ بالله من الشيطان. وسيئة، وفي الصراحة ما نكونوش ظالمين. هاد الشيبس هي في الواقع راه وزرق. راه لي النمرة ديال الشركة 07 شيبس في المغرب ديال درهم أحسن منها. هادي انظر إليه يختنق، انظر إليه يتعذب. أنا ري مشى اللي موراه. هادي اللي وريتكم في الفيديو اللي داز لحقيقه ماروكان فهمتي. قلت لكم غنصور فيديو وغنلوحو في انستغرام اللي غنجربو فيه هاد الحريره، وغادي نقارنوها مع الحريره المغربيه اللي صايبتها انا كومي سودوا. والمفاجاه ولا والمفارقه العجيبه ان هادي طلعت زاو خروا. السلام عليكم. بينما انا اتجول في السوبر مارشي كطلع لي قدامي هاد الحريره اللي قال لك اسيدي حريره مغربيه. ها هي لا حقيقه ماروكان. فقال لي راسي اجي نشريها ونجربها ونقارنها مع الحريره المغربيه، واش بصح هذه حريره مغربيه ولا طاقين الناس لوكي. وها هي الحريره من بعد ما صايبتها مع الماء سخون وداك الشيء، كتبان لي غير من الشكل ديالها ما غاديش تكون زوينه. بسم الله ندقوها. لا حول ولا قوه الا بالله. هادي حريرة مغربية، هذا هو الشكل ديال الحريرة. ناضية. ولكن العجيب في الامر ان الريل اللي حطيت في انستغرام عجبكم بزاف ومشى فايرل فهمتي، دار ضجه اعلاميه. عجبكم الكونسيبت بزاف وقلت علاش ما نطوروش ونديرو في فيديو في يوتيوب اللي غادي يمشيو للسوبر مارشي. راه كاين بزاف لي برودوي اللي هما عباره على وجبات مغربيه، منها الطاجين، منها العدس، منها الكسكسو. تخيلوا معايا يلا.
المرقة كاينة، كاينة شحال من حاجة، فأشبه لكم فهاد الفكرة نديروها إن شاء الله في الفيديو الجاي ولا اللي موراه. نمشيو لبزاف لي سوبر مارشي اللي قراب ليا اللي كبار بزاف، ونجيبو منهم هاد لي برودوي اللي هما عبارة على وجبات مغربية تقليدية. ونجربوا اخوان كيبان لي دابا غنمشي للمدينه اللي قريبه ليا بالتران، حيت خفت لا نتعطل بزاف في التصوير هنايا ونخليها هي الاخرى وفي الاخر التران يتسالى. فلهذا وصافي نمشيو نتقداو الدراري، ليتس جو. طبعا الحال حتى البنات انت ماشي غير الدراري، تلقاو انستغرام ديالي في الديسك. See back then I was trapped in with the padded pen to make it happen. It was at risk but that's past tense. Now they backspin so they tapped in. All of these girls been on blacklist. Couldn't see me through the glasses. Took the code and I cracked. Kicked the door in with the tactics. In the game with no practice. وهنا جيت ما لقيتش داكشي اللي كنت باغي 100%. نورمالمون كنت باغي جوج ديال لي برودوي، لقيت واحد. هذا سيدي واحد الفريز مشهوره ماركه ديال بلجيكا، وراكم نتوما عارفين بلجيكا باش معروفه بالفريز اللي تيكون فوقو الفورماج الشيدار وداك التخربيق، فيها الكريسبي اونيون فهمتي، البصله المقرمشه ومع الفورماج الشيدار. وها هو الديكور كيفاش داير. الديكور صراحه زويون. هذه البصله هاهي، هادي الفرماج شي ها هو جامد، خاصنا نديكونجوريه وساهو. وهنا الفريت، هاد الفريت غادي نمشي غنقليها بسم الله. الفريت هاهي قديتها، خوما الشيطاغ ها هو سخنتو. نديرو هاد البصل المقرمش، نذوقو هادشي. هاهي هادي تستحق، هادي واعرة. واحد الكونسيبت شحال مره درتو ديال اكل الشوارع، راه كنت باغي نديرو في هذا الفيديو، ولكن المدينه اللي انا فيها ما فيهاش اكل الشوارع، فيها غير لي ريستورون داك التخربع. فلهذا غنخليو هذه الفكره حتى نمشي ان شاء الله لباري، حيت هي اللي فيها اكل الشوارع باغتو. تما كان واحد شويه الروينه فهمت، وغنلقاو الاكل ديال العرب بزاف والمغاربه. غطلع فيديو واعر. جات الفرصه فين غنجربو هاد اللعيبات اللي ما كيبانو ليا، وما كنقول كاين لاش نشريهم. هادو صراحه الله اللعيبات دايرين بحال ما عرفتش، المهم مزيانين صافي مزيان. ها هو حنا نقراو التعليمات الاخوان. المهم الا طلع واعر نبقى نشري ديما. والله الا لذيذ جدا. واعر الله يخلف. هذا البرودوي اخوان ديالنا، هذا راه ماشي شراب، الشكل ديال الشراب اجي بعدا هذا يكون شراب. نقلب عليه. هذا عباره على مياه غازيه ولكن فيها مذاق، يعني هو ماء ولكن فيه مذاق. شراب هذا نصورو نحطوه في جوجل. لا مياه غازيه نجربوه. ازويو غا هو مكاينلاش، شحال الثمن ديالو كان؟ شي 4 اورو ولا ما هو منادى ما هو ما. البرودوي اللي موراه جاني غريب بزاف، بانت ليا نويتيلا فهمتي، ماشي نويتيلا، نويتيلا صغيره بزاف. مقاطعة الاخوان والله تنزيز، بانت ليا صغيره وقلت غتكون واعره في الفيديو زعما غريبه. نشري محلوله والله سي محلوله، شي واحد كلا منا والله ما حليتها، والله حتى شي واحد كلا منا. انا النمره. المهم كيبان لي كاين جوج الاسباب اللي خلوني ما ناكلهاش. السبب الاول انها محلوله، السبب الثاني اننا حنا مقاطعون، فلهذا كنفضل انه نرميها ما نستهلكش هذا النوع ديال لي برودوي، لانه برودوي المهم اخوان راه ما يمكنش يلوها حيت شريتها فهمتي. ولكن فعلا زعما ما كنتش ما رديتش البال صراحه ونسيت، وكنتمنى الا كان شي برودوي شريتها وما رديتش البال قولوا لي في لي كومونتير. هنا عندنا بلاتي بلاتي بلاتك، غتكونوا شفتوا شي فيديو من الفيديوهات اللي كيدوروا في انستغرام وداك الشيء على هذا الفورماج اللي مشهور بزاف مؤخرا وداير البوز، اللي هو فورماج غامل. عارفك ما سمعتيش مزيان نعاود لك، فورماج غامل ماشي تعبير مجازي، فورماج غامل صح فيه الغمله وخانز
ريحته خايبه وهذا هو البرينسيب ديالي. ها هو شريته وكما كتلاحظوا كله غامل، انت ما كايناش فيه شي بارتيه ما غاملاش وفيه ريحه خايبه. واو والواعلة كاع شناهي حاطين فيه تاريخ الصلاحيه، راه غامل راه ديجا خاسر. غندوق واحد شويه باش ما يضيع هادشي نورمال. ماشي هو يا ربي بسم الله. باش نعبر لكم شنو هو هادشي، بحال اللي كتاكل اللحم ديال المعزي خضر وفيه ريحه الهيدوره ديال المعزي ديال الجدي في العيد الكبير. قسما بالله التعبير جبتو لكم هو هذاك لاصق، ولكن في الواقع الا دقتيه وعاودتي دقتيه وعطيتيه فرصه غيبان لك بانه عيان وما فيه ما يتكال. دابا غنجربوا اخر جوج ديال لي برودوي. هادو شريتهم في الفيديو اللي داز ديال 10000 كالوري، ولكن قبل ما جربتهم حيت كنت شبعان صافي وكملت التحدي فهمتي. فاليوم غنجربهم لانهم فعلا غريبين بزاف وانا شخصيا عمرني ما شفتهم. اول مره غنشوفهم شريتهم وجبتهم. هذا مشروب ديال الطاقه وكما كتشوفوا الشكل ديالو والشركه ديالو غريبه. وهذه راكم عارفين شنو هي، هذاك لي بار بروتيني ديال صحاب لاصات تكون فيهم بزاف لي بروتيين طالعين ولي كالوري حتى هما طالعين. هذه بوحدها فيها 370 كالوري واقيلا. هولون مان دابا هادي صغيرة وفيها 370 كالوري. ما زوينش وما خايبش، هي خايب عندي ما ندير بها صراحة. نجربو هادي باش تشوفوا اللون ديالها. ها هي الريحة، راه كلهم بحال بحال تقريبا، كاع الانرجي درينك فيهم نفس الريحة، اتفقوا عليها وحطوا نفس الريحة. ما زويناش، فيها بحال الحامض، ما عجبتنيش بزاف. فيها بحال الحامض في الاخر ديال المذاق ديالها، الاول كطوق غا الغاز ومن موراها كتعرف بان فيها واحد الحموضيه في الاخر. بحال قلتي شي كتاكل شي شي خبزه ولا فيها الحامض، ما عرفتش حيد لي. وفوالا خوتي هكا كون وصلنا لفان الفيديو. اهم حاجه ان الكونسيبت يكون عجبكم ونكونوا خفاف عليكم فهمتي. المهم ان شاء الله الفيديوهات اللي جايين كلهم فيديوهات ناضين فيهم العافيه، فلهذا وجدوا الطفايات ديال العافيه باش غطفاو اليوتيوب حيت غنشعل في ما العافيه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ما كاين غير المحتوى الرائع جدا. اللي عجبكم هادشي لايك كومونتير بارطاج وهادشي اللي كاين. نتلاقاو ان شاء الله راكم عارفين السبت مع الجوج دخل شتي اليوتيوب غتلقى فيديو جديده. وهادشي اللي كاين نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. تهلاو ليا في راسكم.